فرنسا ناجحة، فهي ناجحة لواحد الأسباب كثيرة. ناجحة أن أول مرة كيشارك 6000 مشاهد، ناجحة أول مرة كتنظم قرية ماراثون بهذا الحجم هذا، أول مرة كتشارك حوالي 35 دولة، أول مرة جميع الجنسيات حاضرين يعني تقريبا ديال العالم، يعني من أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، من أمريكا، ولايات أمريكا المتحدة اللي مشاركين بزاف ديال العالم، من البرازيل، من المكسيك، مختلف الدول ديال العالم مشاركين. يعني كنهضروا على 35 دولة، يعني الصبغة ديال الدولية للماراثون فاس دولي فهي تأكدت بشكل كبير الدورة الماضية، ولكن بهذه الصورة بشكل كبير. فهذا هما بين دواعي النجاح وبين يعني الحب ديال الناس للماراثون. ما نساوش كذلك ان المشاركه ديال مختلف المدن المغربيه، كاين مشاركه وازنه مدينه الدار البيضاء، مشاركه وازنه مدينه مراكش. اللي غايقول لك ناجح الماراثون هما هاد الناس اللي كيشاركوا ماراثونات في المدن ديالهم. يعني يكفيك ان الناس من الدار البيضاء تيجي تيقول لك ماراثون فاس ناجح وفي احسن في التنظيم، في المعامله، في استقبال. كينوهو حتى برجال الامن في الطريق، يعني كيشوفوا واحد رجال الامن مغايرين على بلايص اخرين. الناس تا هما بداو كيتفاهموا، الناس ديال مدينه فاس ما بقاوش كيحركوا الطوموبيلات بزاف النهار ديال الحفل، نهار الماراثون. يعني هذا الشيء كله كيشير على ان الحمد لله الثقافه ديال الماراثون بدات كترسخ في مدينه فاس، واللي نبغيوها تطور واللي نبغيوها تزيد اكثر مستقبلا. اللجنه المنظمه وجمعيه نخبه العدائين بطبيعه الحال بفاس حصرت العدد 6000 مشارك، وكنأكد لكم ان لو كان زاد تفتح زدنا خلينا التسجيل مفتوح كان يكون العدد اكثر واكثر، لان 6000 بقاو تيجيو الناس وحبسنا التسجيل. يعني النسخه الخامسه ناجحه بامتياز، وهذا بفضل الله وبفضل المجهودات ديال المدير ديال الماراثون عبد الله الفضل، والمجهودات ديال رئيس اللجنه التنظيميه رشيد الشلوي، والمجهودات بطبيعه الحال ديال واحد العدد ديال جهود الخفاء في كل واحد باش يمكن دافع، لان توزعوا ليطاج، وهذا هو العمل الاحترافي. ملي كيكونوا ليطاج فوق ساعه او مهام فوق ساعه وفيها تشاركيه ديال الجميع، لان ما نساو حتى واحد انه مساهم في هذا النجاح من امن، من سلطات محليه، من سلطات منتخبه، يعني تنظيميا كل شيء الحمد لله مساهم ومساعد من اجل التنظيم. كيبقى المشكل المادي، ان شاء الله نتمنوا الفعاليات الاقتصاديه انها توعى بالحجم ديالها التظاهره. كاينه تظاهره واحده في العام، ماراثون دولي واحد في العام، وكاينين اربعه في المغرب، يعني كاين فاس، كاين الدار البيضاء، كاين مراكش، كاين الرباط، يعني اربعه اللي كاينين في المغرب. ففاس خصو حتى هو يحظى بواحد الاهتمام ديال الفعاليات الاقتصاديه ديال مدينه فاس، كما كيحظوا به الماراثونات الاخرين في مدن اخرين اللي كيوصلوا الميزانيه ديالهم حتى الخمسه ديال مليون ديال الدرهم. ففاس ما كيتعداش الميزانيه ديال الماراثون، ما كتعداش مليون ديال الدرهم. هذه بكل صراحه وبكل شفافيه كنقولوها بوجهنا احمر الحمد لله، مليون ديال الدرهم، ولكن الفاعلين الاقتصاديين مازالين عاطين بالظهر لهذا الماراثون. نتمناو ان شاء الله يساهموا ويكونوا في المستوى في هذه النسخه ولا في النسخه المقبله ان شاء الله. شكرا رشيد، كاتب العام جمعيه العدائين اللي كتنظم الماراثون الدولي لفاس. الحمد لله العلاقه ديال الماراثون والماراثون 10 كيلومترات دازت في احسن الاحوال، التنظيم يسير يعني بطريقه مستحسنه وحسنه، يعني ما كاين حتى شي اسيدو لا على مستوى الماراثون لا على مستوى الرياضه. يعني العدائين كلهم تقريبا الاحوال الان وصول اعدائي الماراثون ونصف الماراثون. هذه الدوره عرفت ارتفاع في عدد المشاركين، وكذلك عرفت ارتفاع في نوعيه المشاركين، بحيث ان هناك 33 دوله اللي حاضره معنا في الماراثون. ونتقدم مستقبلا ان شاء الله اننا هذا الماراثون يصبح موعد سنوي لمدينة فاس، بحيث أن العدائين ومحبي هذا الرياضة يتجهوا لمدينة فاس في شهر يناير. كذلك أننا نرسخوا هذا الماراثون يبقى دائما ورثوا للأجيال القادمة باش نشجعوا الناس على الرياضة. أولا كنهنيو فاس بهذا الماراثون هذا، كنحسوا براسنا حتى حنا بحال المدن الكبرى، مراكش، أكادير، كازا. كنهنيو كذلك المنظمين اللي كيقوموا بهذا المجهود الجبار، وكذلك السلطة الصحفية، يعني جميع الفعاليات باش عطينا واحد العنصر الرياضي اللي كنشوفوه اليوم. وكنلاحظوا
كاين واحد الفرق بين السنوات الفارطه وهاد السنه هذه. يعني سنه على سنه كنحاولوا كنشوفوا كاين استواء في النظام، استواء في يعني الناس ديال فاس ولاو كينتظروا هذا الماراثون فارغ الصبر. لذلك كنلاحظوا عام على عام يعني كاين العدد كيزيد، وهذا كيبشر الا بالخير باش حنا ان شاء الله نكونوا في الماراثون الكبرى في المستقبل. في الماراثون صراحة أجواء ممتعة، يعني ما شاء الله الناس رياضيين، احترام في الطريق، تشجيع على كل شيء، غفرة الماء في الطريق، يعني مطاف جيد، يعني صراحة من أحسن الكتب مطاف عالمي، إن شاء الله نتمنى لهم النجاح. صراحة كنشكر المشجعين في الطريق وكنشكرهم وكنحييهم على الروح الرياضية ديالهم. والصراحة باش تجيو تحت المرتبة الأولى في يعني كانوا مشاركات جد قوية تجي تحت المرتبة الأولى معاهم، يعني صراحة هذا إحساس ما كنتش نوصفو ليه. وصراحة كيزيد يشجع المرأة على الرياضة وعلى يعني تخلق المجال الرياضي أكثر، نحاولو نعطيو ونبينو قدرة المرأة في العالم الرياضي. شي رائع وممتاز، وكنشجعوا الكبير والصغير والحماس وكل شيء خصو يخرج مره اخرى ان شاء الله. نبغي المدينه كلها تخرج. واش كتشوفي ان فاس قادره تستوعب 10000 مشارك في الدوره السادسه ان شاء الله؟ اكثر من 10000 ان شاء الله، العلي العظيم، وعندنا الشوارع مزيان الحمد لله والامور كلها مهدئه. غير مرحبا بكم مدينه فاس. الحمد لله مشاهدينا في هذه السنة شكرا.
فاس والإدارية السيد الناصب العام لجهة فاس وكاس. مشكورا السيد الوالي وكل الطاقم المساعدة على الدعم والمساندة، أيضا أيضا كل المسلمين الذين يلحقون في هذه المدينة التي نعيش فيها الأجواء الهامة في مختلف الرياضات. ونسلم مشكورين لولادي السيد الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية لأخذ صورة تذكارية، وأبا المستشفى